أحبائي أسرة الكاراتيه بالجامعة الملكية المغربية، نقدم لحضراتكم فيديو توضيحي لإحصائيات المرحلة الأولى من مسابقة المباراة الوهمية للاعبي الكوميتيه، وسيكون هناك فيديو توضيحي آخر للمراحل النهائية من هذه المسابقة. والهدف من هذا النشاط هو عمل حراك اجتماعي إيجابي وهادف بين أسرة الكاراتيه، أيضا دعم وتنشيط التواصل الإيجابي بين المدربين واللاعبين، وكذلك استمرار العملية التدريبية بتواصل المدربين مع اللاعبين باستخدام التقنيات الحديثة كأسلوب التدريب عن بعد، خاصة في ظل الأزمة العالمية المعروفة باسم وباء كورونا، والحفاظ الدائم على المستوى الفني والبدني للاعبين. ويوضح لنا هذا الفيديو مراحل أداء المباراة الوهمية، فالمباراة الوهمية تؤدى في 4 مراحل، الأولى باليدين، الثانية بالرجلين، الثالثة باليدين والرجلين. وهذه المراحل الثلاثة كما هو موضح بالفيديو لها تكنيكات محددة لا يصح للاعب أن يزيد أو ينقص عنهما، بل يؤديهم كما هما. ويعتمد تقييم الحكام في هذه المرحلة من الإحصائيات على مستوى الأداء الفني والمسار الحركي السليم لمحتوى التكنيك الهجومي وليس سرعة الأداء. المرحلة الأولى الهجوم باليدين، كيزان بيكون شو مباراة بيكون بيكون على اليسار، على المرحلة الثانية الهجوم بالرجلين، إذا
المرحلة الأولى اليدين. نظام اليد أشوطه براي يد اليمنى على اليسار. المجموعة الثانية هي بوزو تيكي، زان بوزو تيكي، شوزو تيكي، أورا كان هي بوزو تيكي. يمين. المرحلة الثالثة يدين ورجلين. يابوزوكي إزامي مواشي شوتوكي مواشي جيري يابوزوكي يسار.